بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل، تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا في هذا الصباح الجميل من خلال هذه المنافسات المستمرة على أرضية هذا الميدان، عاصمة ميادين سباقات الهجن، ميدان الوثبة، في هذه الانطلاقات المستمرة والجميلة والرائعة. هنا تشاهدونها في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق المميز والرائع والجميل. يسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا 13 والذي يحمل منافسات الأبكار من فئة المهجنات الأصائل. وأول أشواط المهجنات ينطلق بحفظ من الله وتوفيق. نبدأ مع هذه هنا في هذه المنافسة الجميلة في الأبكار المحليات الأصائل الذي ينطلق في هذه اللحظات، والإنتاج وأول أشواط الإنتاج بمنافسة قوية وتحدي جميل وأداء مستمر مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط. أجد سمحة لسعود بن محمد بن ناصر الشامسياتي على المركز الأول وعلى صدارة الشوط، بينما المركز الثاني أسيل القادمة لراشد بن سعيد العصي المنصوري، بينما انتقل للمركز الثالث وهناك الوصول من رسمية حمد بن دودة بن سالم بالأسود العامري، بينما المركز الرابع فهنا الانطلاق الجميل على المركز الرابع من الشكلة لسالم بن سعيد بن سهيل العامري، بينما المركز الخامس فهنا الانطلاق وهنا التحدي وهنا المسار الجميل من خلال وجود هذه الأسماء والتحديات المستمرة. المركز الخامس نتابع هنا الواصلين في هذه اللحظات وهذه القادمة. هناك دولة لسعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي يتقدم بدولة في هذه اللحظات، بينما المركز السادس هنا في هذه اللحظات الوصول على المركز السادس من غازية عبد الله بن مبارك بن عية الشامسي، بينما سابع المراكز من ياسر محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي، ثامن المراكز هنا وصلت وتحركت في هذه اللحظات سمحة لمحمد بن سالم بن حمد العامري، بينما المركز التاسع هنا الوصول من هذه الأسماء التي تقدم هذا الأداء الجميل. لكني أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، إلى سمحة، إلى سمحة وإلى أداء سمحة بالمركز الأول بالصدارة الأولى بمقدمة هذا الشوط هنا بالإبداع المميز من خلال تواجد هذه الشعارات المميزة. أول أشواط الإنتاج، الإنتاج والمنتجين، منافسة قوية ورائعة للغاية تجمع ما بين هذه الشعارات، وسمحة هي المتصدرة، هي المتقدمة لسعود بن محمد بن ناصر الشامسي. هنا يسير على المركز الأول يتقدم بأدائه المميز على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني أسيل راشد بن سعيد بن عصيان المنصوري، ثالثا هنا رسمية حمد بن دودة بن سالم بالأسود العامري، بينما المركز الرابع ورابع المراكز هناك مع المركز الرابع وصلت فيه وتقدمت هنا الشكلة لسالم بن سعيد بن سهيل العامري، بينما المركز الخامس فهنا الانطلاق المميز والتحدي هنا من دولة لسعادة مطر بن حمد بن عميرة الشامسي. لكني أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى سمحة وإلى أدائها، إلى سمحة وإلى إلى انطلاقها، إلى إبداعها الأول هنا على المركز الأول على الصدارة. هنا سعود بن محمد بن ناصر الشامسي يطير إلى المركز الأول، ينطلق بهذه الانطلاقة المميزة على صدارة الشوط بالأداء الكبير والتحدي المميز. لكن المركز الثاني أسيل 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 على المركز الثاني راشد بن سعيد بن عصيان المنصوري يأتي مع المركز الثاني. يا سلام، بدأت المعركة، بدأ الصراع، بدأ النزاع هنا في هذه اللحظات، وبدأ الطيران ما بين
بين أسيل وما بين سمحة، ولكن سمحة ما شاء الله، سمحة على الأداء المميز ما شاء الله، راحت إلى الصدارة، انطلقت إلى المقدمة بشعار سعود بن محمد بن ناصر، الشامسي ينطلق نحو الفوز ونحو الانتصار هنا بالإبداع. 200 متر الأخيرة المتبقية، لكن خلاص الشوط الأول للإنتاج ذهب مع سمحة، وسمحة هي البطلة. تهانينا تهانينا والناموس لسعود بن محمد بن ناصر الشامسي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني أسيل لراشد بن سعيد بن عصيان المنصوري، المركز الثالث وصلت فيه هناك الشكلة لسالم بن سعيد السهيل العامري، المركز الرابع هناك رسمية حمد بن دودة بسالم بن سعيد العامري، والمركز الخامس مع غازية عبد الله بن مبارك بن عية الشامسي. إذا متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل شاهدنا المنافسة الجميلة، حيث سمحة هي البطلة المتوجة بناموس هذا الشوط لسعود بن محمد بن ناصر الشامسي. تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. هنا نأتي بكم إلى التوقيت الزمني المرافق لهذا الشوط مع الأداء الكبير. إذا سمحة عون ولون ما شاء الله، وأداء كبير في هذه التحديات المميزة والرائعة والجميلة. إذا مشاهدينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل نأتي أيضا بالتوقيت الزمني المرافق لهذا الأداء، 6 دقائق 3 ثواني وثلاثة أجزاء من الثانية، تسجل التوقيت الأفضل ما شاء الله في هذا الصباح. تهانينا والناموس لمالك سمحة سعود بن محمد بن ناصر الشامسي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 6 دقائق 4 ثواني 3 أجزاء من الثانية كانت هنا أسيل لراشد بن سعيد بن عصيان المنصوري، بينما المركز الثالث كانت هناك حاضرة بهذا الأداء المميز. هنا كانت الشكلة لسالم بن سعيد بن سهيل العامري، 6 دقائق 11 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. التحية تستمر والانطلاق يتجدد مشاهدينا متابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم من عاصمة الميادين من ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، حيث انطلق منذ لحظات قليلة هذا الشوط، شوط جديد وشوط الرابع عشر للأبكار المهجنات الأصايل. ضمن هناك أيضا انطلاقة أشواط الانتاج والمنتجين، نرحب بكافة الشعارات والأسماء التي قادمة من كل حد من وصوب، مباشرة مع غلا عامر بن مصبح بن عامر بن حويرب المنصوري من يأتي هنا على البداية الأولى، حيث يقدم لنا انطلاقة غلا على صدارة هذا الشوط عن نقله إلى المركز الثاني على الوصول والتقدم في هذه اللحظات هذه الظفرة، حيث تقدمت هنا بشعار عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري.